وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده يا ربي. مهم كيف ما كتشوفوا انا غدا خارجه، المهم اليوم عندنا صراحه الشتيوة وغادي نمشي، قالوا باللي المارشي ديال الخضره حلوه، دونك غادي نمشي نشوف شحال، وغادي اذا كان حال غادي نتقدى وغادي نحاول نصور لكم شويه وباش نوريكم زعما السوق ديالنا هنا كيفاش داير، ولا السويقه، ولا كل واحد شنو كيقول. حنا كنقولوا مارشي. ومن موراها غادي نمشي لإيفغوشي، صيفطوا لي واحد لاكارت فيها واحد الساك اللي كتخلصي فيه 5.95 €، وكتاخدي هذاك الساك اللي نورمالمون تيقولوا تيدير 49 €. فوالا، مهم البنات ديال فرنسا راه غيكونوا عارفين بيان سور اللي مشاركين مع إيفغوشي. إيفغوشي ديما كتعطي دي كادو، وكاينه واحد لاتروس هذيك سيتي اوفير، واحد لاتروس غير صغيره ديال شيبا ماكياج، ولا تعطيوها لبنتكم، ولا مهم كل واحد وشنو صافي. مهم وخرجه معايا ماما، هذه اول مره واول خرجه ليها. بيان سور دايرين الاحتياط، دايرين لي ماسك، ماما دايره لي بون، انا ما دايراهمش صافي. ومن موراها غادي نمشي نجيب لو بورطابل ديالي، حيت عيطوا ليا وقالوا ليا اجي باش تاخديه. مهم اللي غادي نديرها غادي نوريها لكم، وها نتوما معنا في الفيديو. مهم البنات، جيت دزت ديجا نشوف المارشي ديال الحوايج واش محطوط. مهم ما حاطينش، المارشي اللي كيبيعوا فيه كل شيء حوايج وماعن ومهم هادشي، مهم ما حاطش. دابا ضربت الدوره وغادي نمشي دابا للمارشي ديال الخضره، ما عرفتش واش غيكون حال ولا لا، انا غنشوف على الله. مهم ها نتوما معانا. المهم البنات كيف ما كتشوفوا، المهم كما قلت لكم الهي ها ساد ما كاينش. دابا انا جيت لهنايا ما عرفتش، لقيت الباصه هنا محلوله، غادي نشوف نقلب على بلاصه هنايا الا لقيتها فين باركي صافي، وغادي نمشي نشوف على الله. شوفوا هنايا لا بوست شحال عامره 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 ديال بصح، شوفوا شحال ديال لاكوي، شحال ديال الناس. دونك فوالا، دابا غادي نقلب على بلاصه وغادي نمشي نشوف واش المارشي ديال الخضره حال ولا لا. مهم البنات، انا يا طلعت للفوق لحقاش ما لقيتش بلاصه لهيها صافي، ودابا غادي ننزل على رجليا حتى لبلاصه المارشي، بلاصه المارشي سمح ليا. وبيان سور باقي لا حال لحقاش بانوا لي الناس هازين لي شاريو ديالهم، دونك غادي نمشي وغادي نشوف على الله. مي نورمالمون غيكون حال، باسكو بانوا لي الناس كما قلت لكم خارجين لي شاريو وكلشي، دونك ماشي على والو. اي فوالا، صراحة ماشي بحال اللي كان. مهم دايرين لي باغيير بارتو بارتو بارتو، دونك هادشي ما كانش قبل، وكان نورمالمون تيكون عامر بلوس كو سا، دابا راه خاوي النيت، خاوي. عرفتو شنو خاوي؟ خاوي، نورمالمون تيكون حسن من هاكا، من دابا خاوي. مهم غادي ندخل وغادي نشوف، ما عرفتش كاع منين غندخل لحقاش سادين كاع لي باغيير. المهم انا هادي اللي كنتقدم من عندها، ما دزت فاصو، ما كاينش بزاف ديال الحوايج. اي او ميم طون ها نتوما، ميم ما تيكونش هكا، ما فهمتش، ماشي ما فهمتش، عارفه علاش مي. المهم غادي نرجع من لهيه نشوف كي غندوز. المهم سولت قالوا لي الدخله من هنايا، و نورمالمون في ديك البلاصه لهي هل تحت تيكون مول الزيتون مالي النعناع، مي دابا ما كاينش. مهم معليش، دابا غادي نشوف واش نقدر ندخل من هنا. ماشي من هاد البلاصه عاوتاني، من بلاصه اخرى. مهم خاص ندخلو من جهه اخرى، ما عرفتش قال لي في الاخر كاع مول الزيتون ها هو كاين، مي نورمالمون ماشي هنا بلاصتو، بلاصتو في هاد البلاصه هادي هنايا. دونك فوالا، تخي هنايا تيكون مخلط، كاينين الكور وكاينين العرب، دونك تيكون مخلط. المهم غير باش نقول لكم دايرين سيكيغيتي في الباب، دونك ماشي كلشي كيدخل، واخا راه كاين كوميم شويه الناس، غير شويه ماشي بزاف،
مي في الايامات العاديه تيكون عامر اكثر من هذا الشيء. الفول والمهم كلشي كاين. انا ما كنتقداش من عند هادو، كنتقدم من تحت من عند العرب اللي هما عرب. مول زيتون مول فروماج نورمالمون هادو كاملين تيكونوا برا، مي دابا كلشي تبدل. دونك هذا اللي كناخذ من عنده، شينون الاخرى دونك سي بالنوبه. غادي نتسنى لو تور ديالي، ها انتما غادي نتسنى. المهم البنات هنايا ما بقيتيش تدخلي تهزي راسك، خاص تقولي له وهو تيعبر لك شحال بغيتي. يعني مثلا بغيتي الليمون غتقولي له دير لي مثلا 2 كيلو ولا 4 كيلو ولا 10 كيلو وهو غيعبر لك. ابخي ما عرفتش واش تعطي 10 كيلو ولا لا، المهم اون توكا 2 كيلو 2 كيلو راه كاينه. ابخي ما عرفتش، المهم كيعيطوا الواحد بواحد. المهم البنات صراحه المهم انا ما عجبنيش داك الشيء. كما قلت لكم تتوقفي وكتقولي له شنو بغيتي هو اللي تيعزل لك. دونك غيعطيك حاجه زوينه وحاجه خامجه، ما تيقلبش. ماشي بحال زعما ملي كتعزلي راسك وكتعرفي شنو كتاخدي صافي. ومهم مشيت باش نخرج، رجعت من نفس البلاصه اللي دخلت منها وعرفتي ضربت واحد الطواله ومعها الزاك ثقيل صافي. وقالوا لي لا ماشي من هنا، خاص ترجعي للخرجه من بلاصه اخرى. عرفتي من قبيله وانا كندور غير باش نقلب على الخرجه، ما لقيتش كيفاش ندير نصور لكم حيت هز الساك والساك ثقيل وسخفت والله هذاك علاش ما قدرتش صافي. ودابا غادي نمشيو للطوموبيل، غادي نحطو الساك وغنهز طوموبيلتي غنمشي عند العربي. زعما العرب اللي تيبيعوا هادشي ديال العرب حتى هما تيبيعوا الخضره وكلشي باش نكمل داكشي اللي خاصني. شوفوا لا بوست باقا عامره، لاكوي حتى الاخر المهم باقا عامره. قلت لكم غنمشي لحقاش، خاصنا اللفت وخاصنا القرعه الحمراء والفول ومهم شحال من حاجه. دونك غادي ما خديتش كلشي مني، انا ما كاينش كلشي. ديكو غنمشي لتما وناخذ داكشي اللي خاصني. هانتوما البنات هذا سالون دو تي، زعما تخلي تشربي قهيوه ولا اتاي. شوفوا لي بونبونيير شحال زوينين ولكن سادينو. المهم حتى الخطره اخرى ان شاء الله نضرب بكم دويره في سونتر فيل. دابا ما كانش عندي كيفاش ندير. وهنايا جيت عند العرب ودخلت تقديت، خديت داكشي اللي خاصني، خديت الدلاح بيان سور وخديت اللفت والقرعه ومهم كاع داكشي اللي خاصني وصافي. دابا غادي ندير كلشي في الطوموبيل وغادي نمشي بالزربه لإيفغوشي وعاد ندخل للدار. وهنايا صافي وصلت الكارفور، غادي غير نباركي وديك الساعه ندخلو نشوفو إيفغوشي ديجا واش حاله ولا لا. نورمالمون حاله، صيفطو ليا ميل بلي راها حاله، مي كوميم خاص نتاكد. كارفور نورمالمون كيكون عامر، نورمالمون ما تلقايش بلاصتك فيه. مهم ها نتوما كتشوفوا ما عامرش، ما كاينين الناس مي ماشي بزاف، ماشي نورمالمون تتجيلو راه دي فوا تلقاي بلاصتك دي فوا ما تلقايهاش. مي دابا مهم خاوي مزيان، كل ما كان خاوي كل ما حسن. اي فوالا مهم دابا نمشيو ندخلو لإيفغوشي. وهنايا انا قدام إيفغوشي كنتسنى النوبه ديالي. كيف ما كتشوفوا راه حاطين لوجيل، دايرين سكوتش في الارض، يعني تدخلي من هاد الجهه وتخرجي من الجهه الاخرى، ولكن غير دو بيرسون اللي خاص يدخلوا، يعني ماشي كلشي. دابا انا كنتسنى هادو كيخرجوا وندخل. سمحوا لي ما قدرتش نصور لكم، قالوا لي ياك وما عنديش الحق على حسب هادشي اللي طاري، خاص دغيا يدخلوا دو بيرسون دغيا يخرجوا وما يقيسوا حتى حاجه، يقولوا شنو بغاو وكيعطيوهم وكيخرجوا. دونك انا خديت الساك هذا كيف ما كتشوفوا حتى للدار ونصوروا لكم مزيان. دابا غادي ندوز باش ندير لو جيل وغادي نضرب دويره فيت في ونمشي نجيب البورطابل ديالي وديك الساعه عاد ندخل للدار. مهم البنات صافي دابا جيت للدار،
مشيت جبت التليفون ديالي صراحه عطاوني واحد جديد انا غادي نوريه لكم. هذا باش زوينه لاسيرونس، واخا كتخلصيها كل شهر تتقولي راكي ما رابحاش كتخلصي لاسيرونس، ولكن ملي كيوقع لك المشكل في البورطابل يعني ما كيمشيش هكاك كما تنقولوا، ما كيمشيش هكاك نيشان، يعني كيعطيوك واحد جديد. يعني انا التليفون ديالي كنطاح ليا، كان طاح لي المره الاولى والثانيه والثالثه وما ديتوش، حتى للرابعه فاش مشات لي لا فيشور عاد مشيت ديتو ليهم، وملي ديتو ليهم دابا عطاوني واحد جديد صافي. ومهم انا غادي ننزل باش نحيد لي كورس ديالي كما راكم عارفين، خاصنا دابا نديزانفيكتي كلشي صراحه، الناس راه كاينين شويه، غادي نديزانفيكتي كلشي وغادي قبل المهم غادي نديزانفيكتي كما قلت لكم كلشي، وغادي نشارك معكم داكشي اللي غادي نوجد زعما في الفطور. المهم هانتوما معانا، هانتوما البنات بالنسبه لإفغوشي ملي كتولي مشاركه معاهم دائما تيصيفطوا لك دي كارت بحال هكا، كارت ديال كادو، دي فوا تيكونوا اوفير، دي فوا تيكون بحال هكا كتخلصي شي حاجه بحال دابا هذا سي اوفير، ولكن هذا غتخلصي له 5 أورو 95، ولكن راه ديجا كان داير ب 49 أورو جو بونس، ما عرفتش فين شتها، وي ها هي دون فالور دو 49 أورو، يعني راه كان داير 49 أورو، دونك هذاك علاش ملي كيجيونا دي كارت بحال هكا. المهم انا ما ديتش لا كارت، عاد عندك هنايا كتحكي هادو وكتلقى يا اما 50% يا اما شي حاجه بحال هكا. المهم انا مشيت بلا هادي، مشيت غير بالايميل لحقاش عندي في الايميل. المهم غادي نوريكم ها نتوما، ها هي لا بوشيت نديها لسلمى ندير فيها داكشي ديالها مكتوبه فيها لو برانتون ها نتوما. المهم صغيوره زوينه صافي، وهذا هو الصاك اللي خديت صراحه، ها نتوما كيف ما كتشوفوا كبير وزوين صراحه بالسنتله ها نتوما. المهم صراحه زوين، هذا خلصت له كما قلت لكم 5 أورو 95، وعطاوني معاه هاد جيل دوش هذا بحال دابا، انا هاد لي جيل دوش هكا صغيورين كنخليهم بحال هكا الا مشيت لا بيسين ولا كانت شي تسافيره ديال دو جوغ هكا على حساب في لوطيل ولا شي بلاصه بحال هكا، كيعجبوني بحال هكا دي مينياتور تينفعوا زعما. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هذا جيل دوش، وعطاوني هاد لا كريم هذا اللي في الصراحه ريحتو غزاله، كريم ديال المانغ، عرفتي ريحتو فنه يا البنات والله ريحتو غزاله غزاله صافي هكا صغيور صافي. وانا يا من هاد الشيء كامل شريت هاد لا كريم هادي لي نورمالمون كدير 4 أورو وخديتها بشي 1 أورو شي حاجه، كدير 3.99 أورو خديتها ب 1 أورو شي حاجه، فيها واقيلا 60%، دونك خلصت لكل شيء شي 7 أورو واقيلا ولا بحال هكاك فوالا. وهادو كيما قلت لكم سي غراتوي، ولا بوشيت حتى هي غراتوي، دونك اشاك فوا إفغوشي كيديروا بحال هكا. البنات اللي راهي البنات اللي فرنسا غادي يكونوا عارفين فيما كديري معاهم، فيما كتشاركي معاهم وكتولي تقداي من عندهم، فيما كيحطوا يجيبوا شي سايكان ولا هكا كيصيفطوا لك لا كارت وكتمشي تجيبيهم. ودابا ندوزو باش نوريكم البورطابل. مهم ها هو التليفون يا البنات، ها هو جا صراحه كان كله مدقدق من هنايا، الكاميرا الجناب المهم كان مدقدق صراحه، ولكن عطاو لي صراحه جديد، المهم واحد جديد فوالا صافي. دابا ان شاء الله غادي نبدا نخدم به. المهم هذا الايفون 8 بلس هو اللي كان عندي النيت فوالا. دابا غادي نشارك معكم حاجه اخرى اللي هي الايربود اللي تيكونوا صراحه زوينين ومن شحال هادي وانا باغا نشريهم وما كتابش، ومن هنا كنقول شكرا شكرا بزاف لدنيا صاحبتي، كنشكرها بزاف بزاف لانها هي اللي عطاتني لو كود برومو وهي اللي وراتني كيفاش غادي ناخذهم، وصراحه جاوني حتى للدار، انا غادي نحلهم معكم وغادي تشوفوا. المهم خدينا جوج، راجلي خدا في الكحل وانا خديت في الابيض، المهم غادي نحلهم باش نوريهم لكم، وكنرجع نقولها شكرا لدنيا بزاف بزاف صراحه. البنات بالنسبه للومبالاج
وكل شيء معندي منقول معندي منقول معندي منقول. لومبالاج جاو بجوج بهم هادو هادي والاخرين هانتوما كيف ما كتشوفوا هادو في البيض وكاين الاخرين راه في الكحل ديال راجلي جاو في كرطونه مسكوتشين مزيان يعني ما عندي ما نقول في لومبالاج كيف ما قلت لكم صافي هانتوما. انا مازال ما باقي ما حليتهمش المهم راجلي راه حل ديالو هانتوما كيف ما كتشوفوا صراحه واعرين خاصني دابا غير نخدم التليفون ديالي ونديتكتيه معاهم حيت بلوتوث هما بلوتوث هانتوما كيف ما كتشوفوا صراحه واعرين واعرين والله انا جو سوي تري كونطونت بهم وعاوتاني غنعاود نقول شكرا شكرا ليك دنيا بزاف بزاف فوالا. مهم دابا غادي نمشي نخدم تليفوني ونخدم هادو وصافي وهادو الكحل ديال راجلي كما قلت لكم حتى هو خداهم فهو بغى في الكحل انا بغيت الابيض ها هما كما كتشوفوا حتى في الكحل صراحه زوينين في الكحل ولا في الابيض صراحه بجوجهم زوينين هانتوما هانتوما البنات لي كولور بجوج واعرين صراحه واعرين واعرين الكحل ولا البيض زوينين. ومن بعد ما دخلنا وروينا وجمعنا كل شيء وحيدنا كل شيء دابا نضنا باش نوجدوا الفطور وصراحه ماما قالت لي ما كاينلاش نوجدوا كل شيء باقي عندنا وقلت غادي ندير واحد البسبوسه ونشاركها مع البنات. مهم بالنسبه للبسبوسه البنات كنحتاجوا فيها 3 ديال البيضات خماره وحده كاس ديال سنيده مي انا دائما كنقولها لكم بما انه والديا ما كياكلوش الحلاوه بزاف دونك دائما تنقص على ودهم درت هنايا غير نص كاس مي نورمالمون خاصكم ديروا كاس كاس ديال الحليب نص كاس ديال الزيت كاس ديال السميده الرقيقه وهنايا عندي كاس مخلط نص كاس ديال الكوك ونص كاس ديال السميده وعندي قشور ديال الحامضه محكوكين وعاد غادي المهم غادي نخلط هادشي وعاد ندوز باش نشارك معكم الطريقه ديال السيرو. وبيان سور عندي هنايا كيف ما كتشوفوا المول اللي راني سبق لي دهنته بالزبده ورشيته بالطحين وشعلت الفران على درجه حراره 180 الوقت اللي غادي نبدا نوجد هادشي. ودابا ندوزوا لطريقه التحضير. المهم هنايا بسم الله غادي نديروا البيض هو الاول ثلاثه البيضات وغادي نزيد عليهم سنيدة غادي نضربهم مزيان هكا وعاد غادي نزيد عليهم الحليب نزيد عليهم الزيت صافي غادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب كاس ديال الزيت وغادي نضربهم وغادي نزيدو القشور ديال الحامض محكوكين وغادي نخلطو وعاد غادي نديرو كاس ديال السميده صافي وغادي نبداو نحركو المهم نخويه كامل هكا ونبداو نحركو مزيان حتى يدير لينا الخليط هانتوما المهم خاص نضربوه شويه مزيان صافي ونزيد هذاك الكاس الاخر اللي فيه اللي فيه كوك وسميده حتى هو نخويه ونضرب كلشي. ودابا غادي ندير خماره صافي وغادي نخلط كل شيء مزيان وغادي نديرهم في المول وغادي نديرو يدخل لي ندخلهم يطيبوا على درجه 180 غنديرهم ديك ثلث ساعه وغادي نشوف
وعاد ندوز باش نصاوبو السيرو. صافي انا خويتها في المول ديالي، دابا غادي نديرها في الفران كما قلت لكم ثلث ساعه وغادي نشوف. ودابا نمشيو نوجدو السيرو. من بعد ما درناها في الفران البنات، بالنسبه للسيرو غادي نحتاجو جوج كيسان ديال العنبه ديال سنيده، وغادي نحتاجو اربعه الكيسان ديال الماء وطرونش ديال الحامض. مهمه غادي نحركوهم حتى حاجه، غادي نخويو سنيده هكا، غادي نزيدو الكاس الثاني، غادي نديرو أربعة الكيسان ديال الماء، واحد هاد الثاني هاد الثالث وها الرابع. وما غادي نحركو متى شي حاجة، غادي نديرو طرونش ديال الحامض وغادي نخليوها هكا في العافية على مدة بحال هكاك 10 دقائق صافي، ونحيدوها ما نحركوها ما حتى شي حاجة، غير تبدا تغلى ونطفيو عليها. ها نتوما البنات درتو في كما شفتو في الكاسرونة، شعلت عليه 10 ديال الدقائق حسبت، بدات كتغلى صافي 10 دقائق بدات كتغلى صافي حيدتها. دابا غادي نخليها تبرد باش ملي نخرج البسبوسة تكون سخونة نسقيها بهاد السيرو يكون ديجا بارد. المهم ها نتوما البنات حمرتها مزيان كتجي هكا. دابا غادي نشد السيرو وغادي نخوي عليها، غادي ندير 4 ديال المغارف ديال السيرو. صافي دابا غادي نبدا نسقيها هكا، نحدها سخونه. غادي المهم غادي ندير 4 ديال المغرفات. من بعد ما سقيت البسبوسه وخليتها بردات، المهم ها نتوما رشيتها بشويه ديال الكوك، كل واحد كيدير كيزوقها باش ما بغا. المهم انا رشيتها بالكوك، ومن هنا غادي نقول لكم الفيديو غادي يتسالى. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالتعاليق، والبنات ضغطوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.